الله جل وعلا قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. دل اللي بيعتقدوا إنه غير الله بيملك الكون. الختمية قالوا شيخ قال كذي، شيوخ عليل قالوا كذي. الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا. هم كانوا وين عشان يتفوا في نار الخليل؟ وكانوا وين الختمية؟ وفي زمن الخليل عليه السلام إبراهيم كانوا موجودين؟ الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا، أيوب دعا الختمية ولا دعا الله يا جماعة سبحانه وتعالى؟ أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فعودوا نفسكم يا جماعة تلاقوا الله بالتوحيد ده. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، ودار تلاقي الله ويرضى عنك ويكرمك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الشدائد نادي الله براو، والله دي ما بنجوك، والله يا جماعة بورطوك في أوقات انت أحوج ما تكون فيها إلى رحمة الله تعالى. قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. في الموت وين البتنادون في الشدائد؟ وين الحسن من المحن؟ وين وتحسون من المدفونة؟ وين أبو قروم من العيون؟ وين أبو العباس من عيون الناس؟ وين أبو شملة؟ وين أبو قركاب؟ وين أبو حفيان؟ وين اللابس نعلات؟ جد ما في جين. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، راحوا جد راحوا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا ما الله قال في القرآن أمن يجيب المضطر، الآيات البعدي طوالي، قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. على الأقل شوف العلماء زمان بيقولوا شنو، وشوف ديل بيقولوا شنو. ابن النحوي الشافعي ينقل عنه قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قال بعد الناس ناموا أنا قمت رفعت يدي لي الله سبحانه وتعالى. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. بالجو يا الله عند يعلموك تلجأ لمنه في الليل الهادي بنادي سيادي. عليك اللي جوا النادي ولا الهادي والثلث الأخير تنادي الله ولا تنادي في زيادة، ما سياد كمان
صدق الله، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يضل من الأنعام أسي، لو في كلب خلي الأنعام، لو في كلب أعز الله السامعين. والله كلب يهوي في الشارع للناس الغرباء، لما نيجي سيد البيت الكلب بيسكت، بيسكت ولا ما بيسكت؟ بيسكت ويعصر ضنبه لأنه عرف سيده. الكلب بيعرف سيده، البهيمة تعرف سيده. دي الناس لأسي ما عارفين سيده منه، لأسي في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، جملة وفرادي. كيف تنادي سيادك يا أخي؟ يا أخي الله قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.